فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة استخدام المغنين والمغنيات في مناسبات الزواج وتدفع لهم مبالغ كثيرة، هل هذا العمل جائز؟ هذا حرام، ما يجوز هذا، ما يجوز في مناسبة الزواج إلا ضرب الدف للنساء، ضرب الدف للنساء، لأن هذا من إعلان النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به لإعلان النكاح. أما المغنين والمطربين والمزامير هذا حرام، نعم، لا يجوز لا في الزواج ولا في غيره، نعم.